كان في يوم من الأيام هناك تلاميذ يدرسون في الكتاب، ودخل عليهم المعلم وقال لهم فجأة: السلام عليكم أيها التلاميذ. فردوا التلاميذ وقالوا: وعليكم السلام أيها المعلم. فقال المعلم: ها، من أتى بي بالفطير اللذيذ الذي يأتون به كل شهرين؟ فقال إياد: أنا أتيت يا سيدي، لقد أتيت برغيف الخبز الطازج الذي تراه كل شهر. ثم قال له محمد: وأنا أتيت بالتفاحة اللذيذة يا سيدي. ثم قال عمر: وأنا أتيت إليك بالفطيرة الجميلة التي تراها مني كل شهر، سوف أخرجها لك يا معلم. فقام عمر لكي يخرج الفطيرة من الشنطة ولم يجدها، فانبهر وقال: ها، لا أجد فطيرتي، لا أجد فطيرتي، سرقت فطيرتي يا سيدي. فقال المعلم: إذن سنعرف من السارق، وحينما أعرف من السارق سوف أغضب منه كثيرا. فخرج عمر حزينا وذهب إلى المنزل، وهو ذاهب إلى المنزل خرج مع صديقه يحيى، فقال له يحيى: لقد سرقت فطيرتك يا عمر، لقد سرقت فطيرتك يا عمر. فقال له عمر: نعم، سرقت فطيرتي، وأحزنت جدا أنني لم أأتي بشيخ الفطيرة اللذيذة، إذن فسوف أذهب للمنزل لكي أجعل أمي تحضر له واحدة ثانية. فدخل المنزل وجلس مع أبيه وحكى له ما حدث، وقال لأبيه: يا أبي، إنني أدرك وأرى أن من أخذ فطيرتي هو صديقي يحيى. فقال له والده: كيف يأخذها يحيى؟ وكيف عرفت أنه يحيى؟ فقال له: يا أبي، لقد شممت رائحة السمن اللذيذ الذي تعمل به أمي الفطير الجميل لي، فأحسست أنه هو من أخذها مني، وأيضا كان يأكله وهو في طريق ونحن في الطريق إلى المنزل. فقال له والده: احكي هذا لشيخك في الكتاب لكي يعلم من السارق. فحكى عمر ما جرى إلى شيخه في الكتاب، فقرر الشيخ أن يجازي من سرق وأن يختبر الكذاب والسارق. فقال لهم: من أتى بالخبز والفطير اليوم؟ فكلهم جميعا أخرجوا الفطير وأخرجوا الخبز ما عدا يحيى. يحيى لم يجد فطيرته في الشنطة، وقال له: لقد سرقت مني يا سيدي. فقال له الشيخ: إذن من سرق فطيرتك هو من سرق فطيرة عمر بالأمس، أتعلم؟ فقال يحيى: لا يا سيدي، لا 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 لا، إن الذي سرق فطيرتي اليوم ليس هو من سرق فطيرة عمر الأمس. فقال له: ومن أين عرفت أن السارق هو الذي لم يسرق عمر بالأمس؟ إذن فأنت السارق، فأنت من أخذ فطيرة عمر بالأمس، لقد أخذ منك عمر اليوم فطيرتك وقال لي ما حدث بالأمس، فقد أكلتها وأنت ذاهب إلى المنزل، فأنت السارق، إذن فأنت محروم من درس اليوم، فلتذهب إلى أمك، وهذا جزاء من يسرق عندي.